آمنت بالله ربا لا شريك له وذاك من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان والصلاه والسلام على النبي العدنان القائل في حق اهل القران خيركم من تعلم القران وعلمه اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا واحزاننا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين اعزائي مشاهدي قناه الموصليه الفضائيه نحييكم باجمل تحيه ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحييكم ونقدم لكم الحلقه الثامنه من البرنامج القراني تراتيل وتفاسير باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب بالشيخ الفاضل الشيخ الدكتور فارس عادل شيد حياتي شيخ حياتي نشكركم الله على الحضور إن شاء الله المهتمين والمشاهدين يستفادون إن شاء الله من تفسير الآيات الله المرتلة إن شاء الله وكذلك باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بال. القارئ المبدع شيخ فنر عدنان حياكم الله نشكركم بسوط. شيخ على الحضور ان شاء الله, شاء الله نسمع ايات إن شاء الله. طيبه مباركه إن شاء, الله. ان شاء الله من صوتكم الجميل ان شاء الله أنتم الأجمل شيخ بعد اذنكم ناخذ مم. الايات لقاء اخونا شيخ فنر ثم نعود الى توجيه وتفسير هذه الايات خير وبركه تفضل عيني يا شيخ فنر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنَّ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ما شاء الله يا شيخ الله فنر تلاوة فوق طيبة قبل الله منكم عليك الله عليك فوق آه شيخ ما شاء الله هذه آيات الطيبات آيات مم الموجهات مم ما شاء الله تعليمات إلهية نعم لمعشر البشر وان طائفتان يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين, فتبين وفي روايه أدنى بقراءه فتثبتوا, فتثبتوا نعم ما شاء الله شيخ آي الايات والفضاء لكم اكرمكم ونحن الله نحن نسمع لكم ان شاء الله تفضلوا شيخ قراننا الكريم تنقسم محاوره الى ثلاثه اقسام نعم لا رابع لهما فكل ما نقرا من القران من ايات لا تخرج عن ثلاثه محاور فالمحور الأول محور العقيدة وهو المتعلق بالله تبارك وتعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام والملائكة والإيمان باليوم الآخر ابتداءً بالقبر وانتهاءً بالجنة والنار هذا محور العقيدة المحور الثاني من محاور كتاب الله تبارك وتعالى محور الأعمال الأوامر والنواهي ما امرنا ربنا تبارك وتعالى فيه بالعمل او نهانا تبارك وتعالى عن فعل اشياء هذا محور العمل المحور الثالث محور الاخلاق وهي التي مدح الله تبارك وتعالى فيها الصدق مدح فيها الامانه مدح فيها السخاء مدح فيها الكرم تبارك وتعالى ونهى عن ضدها من الخيانه والكذب والبخل وغيرها من الاشياء فقراننا الكريم محاوره ثلاثة: عقيدة وأعمال وأخلاق. هذه الآيات التي قرأناها وقرأها أستاذنا الفاضل جزاه الله خير وفتح الله عليه. إنما تتحدث عن أخلاق أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. بل إنها جعلها تبارك وتعالى ضابطا للإيمان. فقال تبارك وتعالى خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا الله تبارك وتعالى حينما يصف المؤمنين بالايمان فانه وصف تشريف وانه وصف تكريم حثا منه تبارك وتعالى انكم يا من اتصفتم بالايمان عليكم بالالتزام عليكم بالامتثال عليكم بالعمل عليكم بالتطبيق في محتوى ايمانكم الذي امركم به ربكم تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى خاطب قال يا ايها الذين امنوا كان المؤمن يستمع الى ما يامر به ربه ويامر به مولاه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا والنبا هنا خبر الاخرين ياتي به انسان اليك يخبرك عن شان غيرك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا ربنا تبارك وتعالى يامرنا فتبينوا وكما قدمت جنابكم الكريم في قراءة فتثبتوا والتبين عدم الإسراع بالحكم على الأشياء ولو جاءك حتى من وثقت به جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فلا ينبغي لإنسان أن يتحدث أو أن يقضي في الامور بمجرد السماع. والله شيخ هذا هذا الموضوع جدا مهم، خاصه في هذا زماننا هذا، تعرف زمان الفيسبوك نعم والـ والـ والانترنت، الـ الـ هذا الآية الايات علاج لمجتمعنا، تعرف تنزل اخبار كثيره، سمعتوا خبر، ضفتوا، حولتوا الخ الخبر يصل, يصل ما, ما دقيق، من هذا نحن ما يعني رساله مهمه من خلال هذا البرنامج نعم. إنه الإنسان ما كل ما اش يسمع يحدث به تمام نعم شيخي طبعا وهذا يعني هذا يعني يكفينا يكفينا يعني منها ان الله تبارك وتعالى ذكر او وصف من ينقل هذا الخبر بالفسق يعني قال ان جاءكم فاسق فوصفه ابتداء وصفه بالفسق فلا ينبغي لانسان ان يتكلم بكل ما يسمع جميل لا ينبغي لانسان أن يتكلم بكل ما يسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما علمنا قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كلامي ان كان فيه خير تكلمت فيه وان لم يكن فيه خير فلاصمت عنه افضل كما جاء عن سيدنا علي أبي الحسنين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه حينما يقول ندمت على الصمت ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة حتى قالوها في مثلنا الذي ربينا عليه أنه إن كان الصمت إن كان الكلام من إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب جميل إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجاء طبعا 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 سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجاء حينما يقول ندمت على الصمت ندمت على الكلام مرات ولم اندم على الصمت مره الله تبارك وتعالى حينما يصف الكلام بين جماعه ويصف الكلام بين اثنين فاكثر يقول تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس النجوى اداره الكلام بين اثنين فاكثر إن كانت نجوى يعني مجرد نجوى لا نقل كلام من الآخرين أو نقل أخبار من الآخرين فالله تبارك وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا استثنى تبارك وتعالى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان يحزن بها الذين آمنوا فالله تبارك وتعالى أمرنا بأنه أن لا نتحدث بكل ما نسمع وكلامنا قبل ان نقوله، قبل ان نتكلم به، قبل ان نتفوه به، لابد ان نعلم هل فيه خير؟ هل فيه اصلاح؟ ام انه فيه افساد فاصمت عنه افضل. جاء رجل الى احد الصالحين فقال يا سيدي فلان تكلم عليك. قال سهم رماه فاوصلته لي. سهم رماه لم يصبني فاصبتني انت به. حينما يتكلم انسان على اخر فينقل هذا الكلام سهم ألقي من, من, من الذي تكلم ولكن من الذي أوصله ناقل الكلام يكفينا في ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما وصف النمام بالآية الكريمة ووصفه صلى الله تعالى عليه وسلم الأجلى والأظهر والأبين ما وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم باقترانه بظن الناس ورؤيتهم للأمر لما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير اي بظن الناس ولكنه عند الله كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس فتبلغ الآفاق يمشي بالنميمه ينقل الكلام من آه من, من رجل الى اخر من امراه الى اخرى حتى تبلغ الآفاق لكثرتها لانتشارها فالله تبارك وتعالى لما وصف من ينقل الكلام بالفسق تحذيرا منه تبارك وتعالى أن لا يتكلم إنسان بكل ما يعلم أن لا يتكلم إنسان بكل ما يسمع وإنما إن كان كلامه فيه خير تكلم فيه وإن لم يكن فيه خير حتى الصالحين رضوان الله تعالى عليهم قال كان أحدهم يقول والله ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا إن سألني الله عنها يوم القيامة لما قلتها الله 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 الكلمة التي يتكلم بها الصالحون رضوان الله تعالى عليهم يعد لها الجواب إن سألهم الله تبارك وتعالى عنها لما قلتموها لأن الله تبارك وتعالى كلمنا وعلمنا وذكرنا وفهمنا تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فكلامك محصى عليك فلا بد للعبد ان يتذكر دائما ان كان كلامه فيه خير تكلم فيه وان كان كلامه فيه افساد فيه خراب خراب فيما ذات البين فانه لا بد ان يمسك عنه ولا يتكلم به فالله تبارك وتعالى امر المؤمنين فقال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتثبتوا من قوله وتاكدوا منه هذه الآية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم آمن قوم من اليهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحارث ابو امنا ميمونه عليها رحمه الله زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ارجع الى قومي فادعوهم الى الاسلام ثم اجعل لي وقتا يأتيني جامع الزكاه ادعوهم الى الاسلام وعلمهم الاسلام ثم ادعوهم الى اخذ الزكاه حتى اذا جمع المال فأرسل من عندك رسولا حتى يأخذ هذه الأموال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان مسلما حتى يأتيه بالصدقة من, من اليهود الذين أسلموا بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءهم فتهيأوا لاستقباله على أسوار مدينتهم فلما رآهم خاف منهم ورجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله انهم خرجوا لقتلي فتهيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لغزوهم واخراجهم من مدينتهم فجاءه القوم فجاءه ال ال القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد تاخر رسولك عنا فخشينا انه لغضبه قد غضبتها علينا فجئناك بصدقاتنا فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ثم أن النبي صلى الله تعالى ثم أن الله تبارك وتعالى عفوا عبر عن الحكم بعد هذا الكلام بالجهالة وفيه تحذير منه تبارك وتعالى أن الإنسان لا يتسرع جاء مثال ذلك بما قصه الله تبارك وتعالى علينا من نبأ الخصمين إذ دخلوا على سيدنا داود إن شاء الله شيخ الخصمين نكملها بعد الفاصل إن شاء الله حفظكم الله ما شاء الله بارك الله معلومات قيمه ما شاء الله شيخ الله يحفظكم ان شاء الله الله شيخنا ناخذ فاصل ونرجع نسمع اخونا شيخ فنر يكمل لنا هاي الايات الطيبات ونرجع الى كلام وصلنا سيدنا داود سيدنا داوود ان شاء الله نكمل كلامنا ان شاء الله اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل عدنا اليكم اعزائي المشاهدين وبرنامج تراتيل وتفاسير ما شاء الله الفاصل الاول كان ممتع والله مع شيخنا الدكتور فارس ان شاء الله الفاصل نسمع من اخونا شيخ فنر تكمله الايات سوره الحجرات ثم نعود الى الشيخ لتكمله تفسير الايات تفضلوا عيني شيخ فنر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها. آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتبوا بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم "ان الله عليم خبير صدق الله العظيم" صدق الله العظيم ما شاء الله الله يتقبل الله حكم هذه حكم الايات حكم الجميله بهذا الصوت الجميل الله يتقبل منكم عيني شيخنا شيخنا نكمل كلامنا ما شاء الله خصمين نعم قصه سيدنا داوود نعم وصلنا؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى حدثنا في القرآن الكريم عن قصة سيدنا داود نبي من أنبياء الله جاءه خصمان فاختصما عنده فسمع من الأول ثم حكم من غير أن يستمع إلى الثاني فالله تبارك وتعالى ابتلاه بهذه, ابتلاه بهذه الحادثة وعلمنا تبارك وتعالى بتحديثه لقصته عن, عن نبيه سيدنا داود في القرآن الكريم أن لا يتعجل الإنسان في الحكم حتى لو جاءك إنسان قد فقئت عينه يشكو من من فقاءها فلا تحكم عليه إلا بأن ترى الثاني فلعله قد فقأ عينيه كما قالوا فلا بد أن لا يتعجل الإنسان لأن الله تبارك وتعالى لما ذكرنا وذكر لنا الحكم بعد هذا السماع عرفه تبارك وتعالى قال فتصبح قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فعبر الله تبارك وتعالى عنها بالجهاله قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا في غالب امورنا لما الانسان يتعجل في الحكم على الاشياء من غير ان يتثبت فانه يرجع بالندم على نفسه يرجع بالندم في تعجله في الامور الله تبارك وتعالى ذكرنا قال واعلموا ان فيكم رسول الله واعلموا اي تيقنوا وتاكدوا لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بشأن أمته بما حدثنا صلوات ربي وسلامه عليه عن سيدنا آدم في ليلة الإسراء والمعراج أنه رأى رجلا آدم مائلا الى السمرة على يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر عن يمينه استبشر وضحك فإذا نظر عن يساره يئس وبكى قال من هذا يا أخي يا جبريل قال هذا أبو البشر آدم عن يمينه ذريته من المؤمنين فاذا راى اعمالهم وطاعاتهم لله استبشر وضحك وعن يساره ذريته من الفاجرين ومن الكافرين فاذا راى فجورهم واذا راى معصيتهم لله بكى وحزن لما يفعلون فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء في بعض الاثار عنه عليه الصلاه والسلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت, استغفرت لكم. لكم فالله تبارك وتعالى يذكرنا فيقول واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم وهنا العنت الوقوع في المشقه الوقوع في الشده الوقوع في الحرج لعنتم ولكن الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم من هنا ينبغي علينا ان نعلم ان هدايتنا بفضل الله تبارك وتعالى وان توفيقنا بفضل الله تبارك وتعالى لا بكسبنا لان الله تبارك وتعالى هو الذي يوفق والله تبارك وتعالى هو الذي يهدي والله تبارك وتعالى هو الذي يحبب الايمان الى الانسان ولكن الله حبب اليكم الايمان، والايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وكره اليكم وزينه في قلوبكم، زينكم بان تكونوا على ظاهركم الايمان بالامتثال الظاهر وفي باطنكم الطيب والمحبه والاخلاص لله تبارك وتعالى وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان والكفر المراد به المضاد الإيمان أن تجعل لله ندا وهو خلقك وكره إليكم الكفر والفسوق هي كبائر الذنوب والعصيان ما دونها من السيئات التي يعفو الله تبارك وتعالى عنها بالاستغفار قال أولئك هم الراشدون الواصلون إلى الرشد إلى صالح الأمور في حياتهم وعند مماتهم بين يدي الله تبارك وتعالى ثم انه تبارك وتعالى عبر عنه فقال فضلا من الله ان هذا الايمان وتزيينه في قلوبكم وتكريهه تبارك وتعالى ان كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان كل ذلك بفضل الله لهذا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما اوصى من يحب من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فقال يا معاذ اني احبك في الله فلا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالانسان لا يوفق لطاعه الله الا بتوفيق منه تبارك وتعالى لا يوفق الى امتثال امر الله تبارك وتعالى الا بتوفيق منه تبارك وتعالى ولهذا حثنا صلى الله تعالى عليه وسلم من الاكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وقال بأنه كنز من كنوز الله مخزون تحت عرش الله مخزون تحت عرش الله دعاء الأنبياء شيخي وما توفيقي إلا بالله فلا حينما نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله معناها تسليمنا لله تبارك وتعالى أننا لا حول لنا عن المعصية ولا قوه لنا على الطاعه الا بالله تبارك وتعالى جميل. فالعبد يسلم امره لله كله فيقول ويكثر من لا حول ولا قوه الا بالله اي يا رب لا حول لي عن المعصيه ولا قوه لي على الطاعه الا بتوفيق منه فالله تبارك وتعالى قال فضلا من الله ونعم. ونعمه عبر الله تبارك وتعالى بعد تعبيره بالفضل انه من نعمه الله تبارك وتعالى والله عليم باحوالنا حكيم باقوالنا تبارك وتعالى ثم انه تبارك وتعالى قال وحثنا وامرنا ووجهنا تبارك وتعالى وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا العلماء رحمهم الله قالوا الله تبارك وتعالى وصفهم بالمؤمنين مع اقتتالهم لان هذا الاقتتال انما كان بدليل انما كان بحجه سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حينما نظر الى سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما وكرم الله وجههما قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من فئات المسلمين فكانت الفتنه بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وما وقع فيهم من اختلاف في اخذ الثار لسيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه فكانت الفتنه بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فكان من الناس من كان مع سيدنا الحسن بعد سيدنا علي وكان من الناس من كان مع سيدنا معاويه عليهم رضوان الله تعالى جميعا ولكن سيدنا الحسن تنازل بالخلافه لسيدنا معاويه فجمع الله تبارك وتعالى به كلمه المسلمين ووحد صفهم بعد اقتتالهم وبعد الفتنه العظيمه التي كانت بينهم فاذا كان اقتتال المسلمين على تاويل بينهما فوصفهم الله تبارك وتعالى بالمؤمنين قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع التحذير ومع التنبيه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا فقال قتال المسلم كفر قتال المسلم كفر فان تستحل قتال المسلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم ان التقى المسلمين بسيفي ان التقى المسلمان بسيفهما فكلاهما في النار قالوا يا رسول الله عجبنا للقاتل عجبنا من امر لا, لا نعجب من امر القاتل فما امر المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه لانه هذا القتال بينهما لم يكن بتاويل لم يكن بتأويل والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما نكرر ونذكر كثيرا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذه الآية نزلت في الأوس والخزرج حينما ألب بينهما الخصومة ألب بينهما الخصومة رجل من اليهود فذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية فقام الأوس فقال رجل منهم ويح للخزرج وقام رجل من الخزرج وقال ويح للأوس فاجتمعوا للقتال بينهما فكان بينهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أبي دعوة الجاهلية تدعون وأنا بين ظهرانيكم اختتلوا وتضاربوا بالأكف والجريد من النخل ولكن صلى الله ولكنه صلى الله تعالى عليه وسلم تواصل بينهما ودعاهما للإصلاح فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ابي دعوى الجاهليه تدعون وانا بين ظهرانيكم انكم تعتزون بقبائلكم وتعتزون بانتماءاتكم ولا تعتزون بالاسلام. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما ذكر لنا وذكرنا ان العبد يصل من رحمه تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. لان القران انما انكر على الناس افتخارهم بقبائلهم وافتقارهم بعشائهم وافتخارهم بانتسابهم تبارك وتعالى علمنا في القرآن الكريم أن الإنسان كما ذكر وقرأ وقرأنا الآية إن جاءتنا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي لتعارفوا <applause> لتتواصلوا فيما بينكم بصلة أرحامكم فالله تبارك وتعالى أمرنا أنه نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحامنا لا أكثر أما أنه الصلة الحقيقية إنما تكون بالدين إنما تكون بالإيمان من هنا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى الله عليه الله وسلم الله. لما أراد أن يذكر منة الناس عليه قال إن أمن الناس علي بصحبته أبو بكر رضي الله تعالى عنه, عنه وأرضاه لم يذكر سيدنا العباس ولم يذكر سيدنا علي ولم يذكر غيره من من اقاربه صلى الله تعالى عليه وسلم ولكنه عليه الصلاه والسلام ذكر ان امن الناس علي بصحبته ابو بكر. وسيدنا ابو بكر مع انه يتواصل مع سيدنا رسول الله باجداده ولكنه ليس قريبا منه من قريب كسيدنا العباس وسيدنا علي وغيره. كانه صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان صله الدين هي الاوثق. فالله تبارك وتعالى حثنا فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما كأنه تبارك وتعالى يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس التي يذكرنا فيها صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ألا أدلكم على خير لكم من الصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله عجبا الأمر الصدقة وأمر الصلاة من أعظم الأمور عندنا في الدين ولكنه صلى الله عليه وسلم علمنا فقال ألا أدلكم على خير لكم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين الله وإياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين حتى قال علماؤنا عليهم رحمه الله كلما زاد الاصلاح سعه وكلما زاد الاصلاح عظمه عظم اثره وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى فان تصلح بين فردين لك ثوابا عظيما من الله تبارك وتعالى وخير لك من الصلاه والصيام والصدقه وان تصلح بين عائلتين الثواب يكثر والثواب يعظم ان تصلح ان تصلح بين عشيرتين فالثواب يزيد okay. ان تصلح بين قبيلتين فالثواب اعظم ان تصلح بين امتين فالثواب اعظم فكلما زاد الاصلاح عظم اثره بين الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال الا ادلكم على خير لكم من الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وإياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحريق الشعر ولكنها تحريق الدين بقي لنا أن نتكلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حذرنا من الكذب فذكرت صفات يقع فيها الإنسان هل, هل المؤمن يسرق هل المؤمن يزني هل المؤمن يفعل, المؤمن يفعل؟ فيقول صلى الله تعالى عليه وسلم نعم 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 المسلم يقع منه كل ذلك حتى إذا قالوا يا رسول الله المؤمن يكذب قال لا ثم تلا قوله تبارك وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون الكذب لا يليق بالمؤمنين ولكنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس الكاذب من قال خيرا أو أنما خيرا فأباح لنا صلى الله تعالى عليه وسلم في الإصلاح بين الناس ولو بالكذب مع أن الكذب لا يصح لمؤمن ولكنه صلى الله عليه وسلم أباحه في حالة الإصلاح بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب من قال خيرا أو أن ما خيرا كيف يكون الكذب بالإصلاح بين الناس أن تعلم خلافا بين رجلين أو بين امرأتين أو بين عائلتين فتحضر عند إحداهما فتذكر أنه كنت عند فلان كنت عند فلانة وكنت في بيت العائلة الفلانية فذكروكم بخير واثنوا عليكم ودعوا لكم بالخير مع انهم لم يثنوا ولم يذكروا ولم يقولوا شيء ثم تذهبوا الى الاخرين فتذكر انك كنت عند الاولين فذكروكم بخير واثنوا عليكم ودعوا لكم بالخير مع انهم لم يقولوا ذلك حتى تقرب القلوب وتقرب الافكار وتقرب النوايا وتصلح ذات البين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكاذب من قال خيرا أو أن ما خيرا فأباح لنا رسول الله صلى الله عليه الله وسلم الله في الإصلاح صحيح. بين الناس ولو بالكذب فضلا إن كان بالصدق حتى لا يكون الإنسان من أهل كما يقال بالعامية أش علي أنا فلان مع فلان زعلان أش علي أنا نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس, ليس بعد ذلك من الإيمان شيء لا ينبغي لمؤمن ان يقول ايش علي انا وانما يسعى بالاصلاح بين الناس بقوله ويده وقلبه نسال الله التوفيق لنا الله ولكم مولانا ما شاء الله من افات العصره ما ايش علي يعني. انا ايه اشوف اصدقائي اثنين زعلانين ما اداخل وياهم اشوف المصلين اثنين عندي بالجامع زعلانين ما اداخل وياهم هذا طبعا مع الاسف يعني كثير امور سلبيه يعني. يعني بهذه الامور يعني انه انه ما يتداخل ايش علي ما لا انا دائما نوجه رساله انه الداخل للخير طبعا الداخل طبعاً. للخير انت تداخل الأخ الداخل للخير. للخير شوف الامه تحسنت وهم صلحت ان شاء يعني الله يعني الاصلاح افضل من الصلاه والصيام والصدقه كما أكيد. قال صلى طبعاً. الله عليه وسلم طبعاً. فلا الانسان حريص على نيل رضا الله تبارك <applause> وتعالى الله وغايه الرضا منه تبارك وتعالى التوفيق بارك وافضل طبعاً. من الصلاه والصيام والصدقه ان شاء الله ناخذ فاصل شيخ ونعاود نسمع اخونا شيخ فنر ثم نكمل تفسير هذه الايات اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل <applause> عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والفاصل الأخير من برنامج هذه الحلقة الثامنة من برنامج تراتيل وتفاسير نسمع إن شاء الله شيخ نسمع أخونا شيخ فنر هذه الآيات بصوته الجميل إن شاء الله ثم نعاود إليكم يا شيخ في تكمل التفسير شيخيني. هذه الآيات الطيبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن. عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم ما شاء الله طيب الله الانفاس والارواح الله يتقبل منك هذا النهاوند حلو جاء كثير طيب, طيب طيب, الحراقي طيب ما شاء الله شيخي نكمل ان شاء الله تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ان ذكر الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ذكرنا تبارك وتعالى بعموم المؤمنين فقال تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه يذكرنا تبارك وتعالى ان اخاك المسلم الذي في الشرق هو اخوك وان اخاك الذي هو في الغرب هو اخوك وان اخاك الذي هو في شمال الارض هو اخوك وفي جنوبها كذلك اخوك يجمعك معه الايمان فالايمان يجمع اكثر مما يفرق وانما المؤمنون اخوه يقول العلماء عليهم رحمه الله هذه انما انما تدل على الحصر كقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فالله تبارك وتعالى كانه يذكرنا ان الاخوه ارجح ما تكون وان الاخوه اقوى ما تكون وان الاخوه أشد ما تكون إنما تكون بالإيمان فيذكرنا تبارك وتعالى فيقول إنما المؤمنون إخوة يا ربنا فما شأننا مع, إخ مع إخواننا قال فأصلحوا بين فأصلحوا أخويكم بين أخويكم واتقوا الله أي اتبعوا أمره بالإمتثال واجتناب ما نهى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وهذه هنا لعل كما يقول علماء التفسير اذا جاءت في القران الكريم تدل على التحقق انكم ان علمتم ان اخوه الايمان هي الاقوى وان اخوه الايمان هي الاشد ثم اصلحتم بين اخوانكم فعلكم فاعلموا انكم من المرحومين فالله تبارك وتعالى لعل حروف ترجي وهو طلب حصول ما يرجى حصوله ولكنه ان ذكره الله تبارك وتعالى في قرانه دال على التحقق فقال لعلكم ترحمون ان علمتم ذلك فانكم مرحومين ثم انه تبارك وتعالى بعد ذلك جدد الخطاب للمؤمنين فقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم وهذه داعيه الى الخصومه بين الناس بعد استحلال الدماء وامره تبارك وتعالى لنا بالاصلاح بينهم فالله تبارك وتعالى نهانا عن السخريه والسخريه معناها استصغار المقابل وعدم الاهتمام بامره فالله تبارك وتعالى نهانا فقال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يمر به رجل فقير فيقول لجلاسه رضوان الله تعالى عليه من الصحابه ما تقولون في مثل هذا فيقولون يا رسول الله حري بهذا انه اذا قال لا يسمع واذا شفع لا يشفع وان طلب لا يعطى ثم مر رجل اخر غني فقال ما تقولون في هذا قالوا يا رسول الله حري بهذا انه اذا قال ان يسمع واذا طلب ان يعطى واذا شفع ان يشفع فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لملء الارض مثل هذا لملء الارض من, من هذا خير من لملء الارض من الاول خير من هذا لانه الانسان لا ينبغي علينا ان يقاس بما يملك من مال ولا ينبغي علينا ان يقاس بمنظره ولا ينبغي علينا ان يقاس بمظهره منظور وانما يقاس منظور بالايمان. ما شاء الله شيخ منظور رب العالمين غير منظور البشر. تبارك وتعالى. يعني بعد يجي واحد ما شاء الله سيارات خلفه ما يجوز عند رب العالمين لا لا يسوى ما لا يسوى لا يسوى شر واحد بالشارع يمكن ولا يعجبك يمكن او يجيك بالجوال ولا يعجبك شيخ عند عليه الله جبل يمكن من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال عليه الصلاه والسلام رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه به لو اقسم آه على الله لا لابره لا لا بل الامر اعظم والامر اكبر والامر اشد انه انسان يرى نفسه مفضلا على غيره بطاعه الله آه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان جالس مع الصحابه رضى الله تعالى عليهم في مجلس في المسجد فذكروا له رجلا بكثرة طاعته وكثرة عبادته لله تبارك وتعالى فدخل رجل إلى المسجد فقالوا يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى سفعة للشيطان في وجهه فصلى الرجل ما كتب الله عليه ثم جاء إلى مجلس رسول الله فسلم وجلس ذكروه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثره الطاعه وكثره العباده ثم دخل ذلك الرجل المذكور فقال رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال صلى الله عليه وسلم اني ارى سفعه للشيطان في وجهه اثرا للشيطان في وجهه فصلى الرجل ما كتب الله عليه ثم جاء على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الرجل المذكور فقال اقسمت عليك بالله أما حدثتك نفسك أنه ما في المجلس أحد خير منك قال اللهم نعم قال تلك سفعة الشيطان التي في وجهك أنه نظر إلى نفسه أنه متعبد لله وغيره جالس فرأى من نفسه أنه خير من غيره بطاعته لله تبارك وتعالى وما يدرك أن الله تبارك وتعالى قد قبل منك ذلك الشيطان نفس الشيطان نعم أنا فرأى أنا خير منه أم نعم الشيطان من فرأى, نفسي فرأى من نفسه أنه خير من غيره حتى ولو بطاعة الله تبارك وتعالى قلنا في بداية كلامنا أنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر حتى ولو كانت طاعته لله لا ينظر حظه فيها وإنما ينظر فضل الله تبارك وتعالى عليه واصطفائه له تبارك وتعالى لفي تلك الطاعة فلا ينبغي لعبد أن يسخر من عبد ويستصغر شأنه ولو كان دونه في الوظيفة ولو كان دونه في المال الله تبارك وتعالى ذكر لنا في سورة الكهف قصة الرجلين صاحب الجنة وصاحبه الآخر أنه رأى نفسه خيرا من صاحبه بما جناه من مال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثبره فأصبح يقلب, فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خيط على عروشها بماذا تعتز بذلك المال الله يذهبه الله بماذا تعتز بهذا الجاه الله يذهبه بماذا تعتز بهذا الولد الله تبارك وتعالى يذهبه وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى فلا ينبغي لعبد أن يسخر من عبد حتى ولو كان دونه في الوظيفة أو دونه في المال أو دونه في المنصب أو دونه في العمر فينبغي دائما أن يذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه في طاعته وان يذكر الله تبارك وتعالى عليه في ستره لما جاء إلى فلان من الصالحين قال أنت رجل صالح فقال انما هو جميل ستره علي تبارك الله وتعالى, الله وتعالى الله ذكروه قالوا إنك رجل صالح قال إنما هو جميل ستره تبارك وتعالى عليه فجميل ستره جعلكم تنظرون إلي بعين الصلاح عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدو المساوئة فالله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله تبارك وتعالى في الميزان ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ثم تبارك وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم واللمز هو الله تبارك وتعالى حينما ذكر في الجزء الثلاثين من القرآن قال ويل لكل همزه لمزه يعني قالوا الهمز هو اعابه الغير بالاشاره واللمز هو اعابه يعني ذكرك عيب اخيك بلفظك حلو جميل ذكرك عيب اخيك بلفظك وهمزه ذكرك عيب اخيك بالاشاره كانه بالغمز او باشاره الوجه او باشاره اليد من غير ان يعني يتكلم ذلك يسمى همزا اما اللمز فذكرك عيب اخيك على وجه الإستصغار أو على وجه التقبيح باللفظ فالله تبارك وتعالى نهى عن مثل ذلك فقال ولا تلمزوا أنفسكم ولننظر إلى جميل تعبير القرآن ربنا تبارك وتعالى قال ولا تلمزوا ما قال إخوانكم ولا قال المسلمين ولا قال غيركم وانما قال تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم, أنفسكم فعبر الله تبارك وتعالى عن ذكرك لأخيك وعيبه أنك إنما تعيب نفسك إنما تعيب نفسك فقال تبارك وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أنه تجعل وهذا ما نراه منتشراً كثيراً عند كثير من الناس أنه يجعل اللقب على فلان من الناس من أنه أجلكم الله الغافل الجاهل الأعمي الأعرج وإنما يقول لا على سبيل التعريف وإنما على سبيل الانتقاص إنما على سبيل الانتقاص وهذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ثم أنه تبارك وتعالى قال بئس وهي بيش. كلمة ذم قال بئس الاسم الفسوق والله. هذا الذي يفعل ذلك يستحق لقب الفسق عند الله تبارك وتعالى قال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ان امتثلتم واجتنبتم ان امتثلتم وانتهيتم فانتم مؤمنون ولكن ان خالفتم واصررتم على استصغار والسخريه من الناس والتكبر عليهم فان هذا الامر انما هو فسوق قالوا كفى بالمتكبر اثما ان يرى الناس صغارا ولكن ينسى انهم يرونه صغيرا قالوا مثل المتكبر كمثل رجل وقف فوق جبل ينظر الناس تحته صغارا وينسى من نفسه انهم يرونه صغيرا هذا الذي ينظر الى الناس يراهم صغارا ينسى من نفسه انهم كذلك يرونه صغيرا اما هذا الذي يتواضع ومن تواضع لله رفعه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا ما زاد عبد بتواضع إلا رفعة الله فمن تواضع لله تبارك وتعالى رفعه فهذا الذي يسخر من قوم ويستصغر شأنهم إنما يستصغر نفسه لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تلمزوا أنفس أنفسكم أنفس. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قال ومن لم يتب فأولئك لم ومن معلمون. لم يترك ومن لم يجتنب ومن لم ينتفل قال فاولئك هم الظالمون, هم الظالمون اول ما يظلمون يظلمون انفسهم لانهم قد اذهبوا خيراتهم وقد اذهبوا حسناتهم وهم يعملون لغيرهم قالوا اشد شيء يمر على المسلم يوم القيامه ان يعطي حسناته لابغض الخلق اليه كيف ذلك انه ياتيه ابوه أو تأتيه أمه فتطلب منه الحسنة فيقول يا أبتي والله بها النجاة فلو طلبت غيرها لأعطيتك لا لو تطلب غير الحسنة بها النجاة لو تطلب غيرها والله أعطيك وما أردك ولكنها النجاة عند الله تبارك وتعالى ولكنه يأتي وقد سخر من فلان واستهزأ به وانتقص من شأنه وهو مظلوم عند الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى هنالك ماكوش ح... ماكوش ما الا بس الحسنات والسيئات، ماكوش هنالك اموال، ماكوش هنالك حقوق الا الحسنات والسيئات، اما ان ي... اما ان تعطيه من حسناتك واما ان تاخذ من سيئاته. فياتي هذا الذي سخرت منه، هذا الذي استصغرته، هذا الذي قللت من شانه وهو مظلوم بين يدي الله تبارك وتعالى. فيجبرك الله تبارك وتعالى ان تعطيه من حسناتك حتى اذا حسنات ما حتى اذا فنت الحسنات <applause> اخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم <applause> فانما يظلم نفسه باستصغاره لذلك الامر ما شاء الله شيخ نحن الوقت ادركنا بعد ان حلقت ان شاء الله نكمل هذه الايات ايات ما شاء الله مباركات ايات موجهات ما شاء الله شيخ نشكركم على هذا التوجيه الجميل وعلى هذه المعلومات القيمه آه الشيخ الدكتور فارس عاد الشيد نشكركم جزيل الشكر باسمي وباسم قناه الموصليه وباسم المتابعين نقدم لكم جزيل الشكر على الحضور وعلى هذه المعلومات القيمه حياكم الله وايضا نشكر اخونا القاري المبدع شيخ فنر عدنان نشكركم يا, يا شيخ على هذه التلاوات الله. الطيبه الله ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه وانتم اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه نلتقيكم في حلقات قادمه من تراتيل وتفاسير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته